الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لنهار الاحد 28 ايار مايو 2017. هل فعلا هناك قانون جديد للانتخابات النيابيه؟ وهل فعلا بانه سيقر في 5 حزيران المقبل؟ ماذا عن خطوه رئيس الجمهوريه بفتح عقد استثنائي؟ هل بات الامر مؤكدا ومعلوما بعد ان ارجع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسه الى 5 حزيران؟ هل بات الفراغ وراءنا كما الستين وكما التمديد؟ هذه الأسئلة برسم أو معظم أجوبتها برسم تيار الوطني الحر. بعد قليل في الحدث. هن لازم يفلوا عبيوتهم ونحن فايتين عبيتنا اللي هو مجلس الحر، لأنه القيادة السياسية التقليدية فشلت بالتعاطي مع أمور وقضايا الناس. عشتم وعاش لبنان. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، وارحب بضيفي عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أنعون. صباح الخير استاذ أنعون. صباح النور. يمكن اليوم اكثر محل بدك تعطينا فيه اجوبه، يعني اليوم الناس ناطره. هلا انا لو ما كنت ملتزم معك بالحلقه كنت رح تلغي، بعرف الغيه بقى من حسن حظنا وحسن حظ الناس للالتزام اللي عملته، لانه نحن بمرحله دائما بمرحله التفاوض، بنحب نبقى بعاد عن الاعلام. يعني من هالسبب اليوم اكيد هلا احتراما للالتزام اللي عملته ما رح تراجع، بس بذات الوقت انا اليوم بقدر احكيك اللي بقدر احكيه، انما بالاخر نحن بطور نقاش وتفاوض، اكيد اليوم ما عندنا بعد اجوبه نهائيه حتى اقدر اعطيها. بس في اجوبه عن جزئيات يمكن بالمشروع اللي اليوم اطلق عليه تسميه مشروع النائب جورج عدوان اللي هو حليفكم اليوم، يعني انتم حلفاء اساسيين مع القوات اللبنانيه، بس اوعى خيك، يعني في اوعى بتضلها تنقز دائما. التسميات دائما نحن حتى وقت كان عم ينطرح ونين باسمنا كنا عم نقول ونين مش ملك حدا اولا، لانه هيدا اول شيء جهد مشترك عم بقوموا فيه الكل. وانا بقدر اقول لك انه بكل تواضع يمكن اي تقدم عم يحصل بقانون الانتخابات هو نتيجه صلابه موقف التيار الوطني الحر. يعني رح ندخل الى هذه، لو تناولنا بكثير محطات، لو ما نحن كل هالجهد اللي عم نعمله ونشد اللي عم نعمله ما كنا وصلنا لاي نتيجه على كل حال واي تقدم. وعلى الاساس بكل تواضع بقول هالشيء، انما بزيت الوقت اكيد هذا جهد مشترك، نائب جورج عدوان عم بيعمل جهد، نحن عملنا جهد، كل الافرقاء الاخرين عم بيعملوا جهد، هيك بنقدر نوصل لنتيجه. هلا والقانون رح يكون قانون كل اللبنانيين وليس قانون شخص واحد او فئه وحده، يعني مع اكيد كل شكر الى كل من يبادر، نحن بادرنا كثير، وهلا حاليا زميلنا جورج عم يبادر كمان انطلاقا من كثير امور يعني منسقه وحكيها مع كثير من الافرقاء، وان شاء الله انه اي مسعى بنوصل للخير للنتيجه نحن ما بنكون الا مبسوطين ويعني وشادين على ايد الكل والوصول الى نتيجه. بس اكيد نحن اليوم مسار الامور رايح باتجاه يلي نحن رسمينه بالاخر، لانه اذا بتشوفي وين كنا وين عم نصير هو تحديدا المسار يلي كنا نحن عم ندفش باتجاهه، اللي اليوم عم يتحقق من خلال هذا الموقف يلي الصارم يعني والصلب يلي نحن ضلينا عليه. المسار انه الانتخابات ستتم، اول شيء ستتم، اول شيء منع قانون 60، وثانيا ايضا ايصال النقاش الى هذا المستوى المتقدم حتى بما يخص موضوع النسبيه بحد ذاتها، شيء اللي كان قصه الضمانات وما يجب ان يكون. بدنا نحكي بدنا نعرف، هلا برجع لهالشيء، بس حتى بموضوع النسبيه اليوم يعني لو نحن قبلنا بقلب هيك كان صار، انما نحن اليوم مجرد اصرارنا على الذهاب الى اقصى الحدود باتجاه صحه التمثيل وتحديدا بالذهاب الى دوائر متعدده، كمان هذا جزء من يلي نحن دفعنا باتجاهه. خلينا ندخل الى محاور حلقتنا بعد العوده الى زميلتي وعد هاشم وموجز لاهم الاخبار، اليك وعد. شكرا نانسي، صباح الخير. أعلنت مصادر بعبدة لصحيفة المستقبل أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يتجه بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نحو توقيع مرسوم فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي عقب انتهاء الدورة العادية نهاية الشهر الجاري باعتبارها وسيلة حث على التوافق كما يراها عون.
ذكرت الشرطة الأمريكية أن شخصين قتلا طعنا ونقل آخر إلى المستشفى بعد أن هاجم رجل ركابا على متن قطار في مدينة بورتلاند الأمريكية. ووقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي في محطة هوليوود، طبقا لما قاله متحدث باسم شرطة بورتلاند بيت سيمبسون للصحفيين، بعد أن بدأ رجل في الصراخ والهذيان بالكثير من الأشياء المختلفة بما في ذلك خطاب كراهية. وبينما حاول الركاب التدخل هاجم الرجل ثلاثة منهم بسكينة، ولقي رجل حتفه على الفور بينما توفي آخر في وقت لاحق في المستشفى. وأضاف سيمبسون أنه من المتوقع أن يستعيد الضحية الثالث عافيته، وتم تحديد مكان المشتبه به في وقت لاحق من قبل ضباط الشرطة واقتيد إلى السجن بعد تلقي علاج طبي. نشرت الشرطة البريطانية صورتين لسلمان العبيدي التقطتهما كاميرا مراقبة في نفس الليلة التي نفذ فيها اعتداءه في مانشستر، ودعت كل من رآه للاتصال بها كي يتسنى لها معرفة التحركات التي قام بها في الأيام التي سبقت الاعتداء. أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد محادثات في الدوحة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بعد اتصال جرى بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وأمير قطر فيما يبدو لاحتواء أزمة التصريحات التي أطلقها الأخير الثلاثاء الماضي والتي اعتبرتها أوساط خليجية تصريحات مسيئة. وقال مسؤول خليجي لوكالة رويترز إن أمير الكويت عرض أثناء محادثة هاتفية مع الشيخ تميم التوسط لاستضافة محادثات لضمان عدم تصعيد الخلاف، ولم يتسنى الوصول إلى مسؤولين حكوميين في الكويت للحصول على تعقيب. في غضون ذلك نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الموقع الإلكتروني للرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إنه أبلغ الشيخ تميم في محادثة هاتفية أن طهران مستعدة لمحادثات مع الدول العربية من أجل التوصل إلى اتفاق حقيقي نحو السلام والإخاء. وأضافت الوكالة أن أمير قطر رد عليه بأن المحادثات بين إيران ودول الخليج يجب أن تستمر. من جانبها قالت وكالة رويترز إن السعودية والإمارات أبدتا غضبهما بعد أن نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تصريحات منسوبة لأمير قطر ينتقد فيها السياسة الخارجية لترامب والتصعيد ضد طهران ويثني على حزب الله، لكن قطر قالت وقتها إن اختراقا حصل لموقع الوكالة. أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار نظام أسلحة جديد مضاد للطائرات وأمر بإنتاجه بشكل ضخم ونشره في كل أنحاء كوريا الشمالية، وذلك بعد أسابيع من التجارب الصاروخية الباليستية التي أجرتها بيونغ يانغ في تحدي للعالم. ولم توضح وكالة الأنباء الكورية طبيعة السلاح على وجه الدقة أو موعد التجربة التي قالت إن أكاديمية علوم الدفاع الوطني نظمتها. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أنه لابد وأن يتم إنتاج نظام الأسلحة هذا والذي تم التأكد بعناية من قدرته في العمليات بشكل ضخم من أجل إفساد الحلم الشرير للعدو للسيطرة على الجو والتفاخر بالتوافق الجوي. وتدفع كوريا الشمالية من أجل تطوير مجموعة كبيرة من أنظمة الأسلحة منذ أوائل العام الماضي بوتيرة غير مسبوقة، من بينها صاروخ بعيد المدى قادر على ضرب البر الأمريكي. وقامت في الأسابيع الأخيرة باختبار صاروخ باليستي متوسط المدى محقق بعض التقدم الفني. انتقد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي سلوك وسياسات حكام السعودية واعتبرهم أشداء على المسلمين رحماء بالكفار على حد تعبيره. وقال خامنئي السبت في حسينية الخميني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: لا تجعلوا المظاهر تخدعكم، فهؤلاء آيلون للسقوط والزوال، هؤلاء على الباطل وما من شك في زوال الباطل، ربما يبقى هؤلاء أياما قلائل، وإن هذا يتوقف على المجتمع المؤمن وأسلوب تعامله معهم، فلو اعتمد النهج الصحيح لحدث ذلك سريعا وقد لا يطول الأمر. الثروات الأسطورية هي ثروات وطنية باتوا يقدمونها للكفار وأعداء الشعب، فهؤلاء يظنون أن بإمكانهم من خلال ثروات الشعب أن يكسبوا ود أعداء الإسلام.
ختام الموجز، شكرا للمتابعة وعودة إليك نانسي. شكرا وعد مشاهدينا، اهلا بكم من جديد واجدد ترحيب بضيفي عضو تكتل التغيير والاصلاح نائب علان عون. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك استاذ علان. بدايه اولا في مشروع عنون اليوم في ضخ هيك موجات تفاؤليه بالبلد وانه الكل ماشي الا الجواب النهائي للتيار الوطني الحر. ما مش صحيح، انا دائما بس نعرف يعني امبارح نائب وليد جملات قال اوكي يعني اعلن موافقه. ما بعرف نائب جورج عدوان نقل انه هو موافق. نائب وليد جملات اولا دائما بنحطه كانه دائما مشكله يعني هذا التصويب الاعلامي والاستهداف التيار دائما شغله. قلت لك اولا اول شيء اذا نحن عم نوصل لهون اليوم هو بالعكس بفضل التيار وليس بسببه، يعني هذا نكون واضحين. ثانيا نحن اليوم امام افكار جديده، كنا نحن اصلا قلنا نحن هلا بحاله المتلقي وناطرين نشوف كل حدا عنده مشروع يطرح وندرس. هلا صار في تطورات جديده، نحن بنتعاطى مع كل معطى جديد بايجابيه وننتظر بس الصوره كامله لنشوف وين بعد بحاجه لاستكمال. هيدي الصوره اليوم الكامله بعد بدها تتبلور، بده ينقعد يستكمل النقاش ونشوف بشكل كامل وين صرنا، حتى على اساسها تتبلور المواقف، والمواقف اليوم هي مواقف بدها تطلع عن الكتل. نحن اليوم ما بدنا بس يعني مرقنا بتجارب على اساس اتفقنا وصار في تراجع عن اتفاقات، يعني خلينا نجي اليوم نقول اكيد التطورات اللي عم ينحكى فيها هي تطورات في معطيات جديده ما في شك، انما بزيت الوقت نحن بدنا نستكمل كل الصوره وعلى اساسها نشوف كيف فينا نوصل لاتفاق كامل انطلاقا من كل الهواجس اللي انطرحت سابقا واللي بحاجه لاجابات. طيب هون اذا بدنا نشرح هذا القانون، هواجس التيار الوطني الحر اللي هي صارت معروفة إجمالا بموضوع حسن التمثيل، عدالة التمثيل و قديش هلأ ما اقترح هو فعلا يلاقي هذه الهواجس بوقت. يعني أنا إذا بدي أعطيك بس هيك أمثلة صغيرة عن ما نراه، أولا هو المشروع من آل 15 دائرة قانون النظام النسبي وصوت تفضيلي، منبلش 15 دائرة. أنتو 15 دائرة هذا هو التقسيم مثلا اللي بتلاقوا أنه يأمن صحة وعدالة التمثيل أكيد بما للمكونات اللبنانية مسيحي مسلم؟ خليني أقول لك شغلة، أكيد بما يخص اعتماد النسبية بالوضع اللي نحن هلأ اليوم طائفي الذهاب إلى دوائر يعني متوسطة إلى بس مصغرة هي اليوم بتأمن صحة تمثيل أكبر حالياً بالاعتبار الطائفي للبلد. بحكي بهيدا الإطار أكيد اليوم هيدا تقدم فينا نقول. انما وهيدا الشيء اللي كنت عم بقول عنه انه في يعني تطور ايجابي. انما نحن اليوم ما يهمنا بقانون الانتخابات والهواجس اللي طرحناها سابقا، نحن بدنا نكرس معادله شراكه فعليه ودائمه بين المسيحيين والمسلمين بالبلد حتى نقدر نامن ديمومه فكره هالوطن الرساله. هي الشراكه الفعليه بدها تتامن من خلال فعلا تتكرس في هذا النظام السياسي بجزء اساسي منه قانون الانتخابات يكونوا موجودين باصواتهم، بجزء اساسي منه قانون الانتخابات، بجزء منه ضمانات اخرى تسمح بانه نحن عمليا نكون متطمنين انه هذا البلد مستمر بهذه الطريقه، هذا البلد رح يبقى بلد قائم على شراكه فعليه وحقيقيه بين هالمكونات، ولن يتم يعني ال 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 العوده عن هذا الشيء. يعني اليوم شو الضمانات اللي نحكي عنها؟ هي ضمانات لتمنع أي نزعة حاضراً أو مستقبلاً، لا يكون في نزعة عند أي مكون أنه يسيطر على الآخر، ونمنع أنه حدا يجازف بالوحدة الوطنية والعيش المشترك. هيدا تحديداً يلي مطلوب بالصيغة اللبنانية من هون وبالرايح. تحت هالمظلة كل اللعبة مفتوحة بالسياسة، لا حدا بده يحتكر التمثيل ولا حدا بده يحتكر طائفة ولا حدا بده يحتكر أي شيء، مش هيدا هدفنا. نحن كل هيجسنا يلي طرحناه من الاول لهلا انه نحافظ على هيدي الشراكه، نحافظ على هيدي المناصفه، نحافظ على هيدي الصيغه اللبنانيه. ما حدا بلحظه معينه، مش عم بحكي ضروره اليوم بالمكون بالافرقاء السياسيين الحاليين، لما عم نفكر على المدى الطويل، ما حدا يعيد النظر بهيدي الصيغه. لهالسبب اليوم نحن كنا عم نفتش عن ضمانات وقت انطرحت قصه
اليوم افكار مثل المجلس الشيوخ او التاهيل او غيره، هيدي جزء من الضمانات يلي بتسمح انه هيدي الصيغه تضل محميه على المدى الطويل. اوكي طيب، فاذا اوكي بالإيد هيدا يلي نحن اليوم بدنا نطمن كلنا. طب هيدا جاي مع باكج مشروع الانتخاب تبعو اللي هيدا اللي بدي اقوله انا النائب عدوان. خليني اقول لك شغله من هيك، انا بدي اقول خلينا نستكمل الصوره بشكل كامل، ناخذ كل التطمينات اللازمه، نتفق على الصيغه بشكل نهائي، نتكل على الله ونقلع بالبلد. بس اللي وصلكم لليوم هو بس انه في هذا المشروع اللي هلا اذا عم تساليني عن عن, عن اذا عم تحكيني هلا، انا لهالسبب عم بقول لك ما بدي اروح ابعد بهاللحظه بالذات، لانه انا بدي اعطي كل فرصه لكل معطي جديد. لا بس شو وصلكم يعني؟ لا نفهم بالاخر انه اذا عم تحكي عن الشيء المرتبط بقانون الانتخابات، عم برجع اقول لك اكيد في تطور ايجابي فيما يخص الذهاب الى 15 دايره، ما في شك يعني انه هيدا بالنسبه للي كان مطروح قبل من دايره وحده او غيره او دوائر كبيره. انما بالاخر خليني نستكمل الصوره بشكل نهائي حتى على اساسها نشوف بكيف بدنا نطلع بتفاهم. طيب بس مثلا بالمطروح ل 15 دايره، جزدين مع صيدا تؤمن صحه التمثيل؟ هي معركتكم بالدوحه كانت جزدين. كيف؟ انه جزين اللي قتلته دوائر، الدوائر المتوسطه ايه، انه اكيد كل ما تصغرت الدوائر كل بس ما بس كانت لوحدها جزين رجعت انضمت هلا لصيدا هلا، لانه عم ينعمل ثلاث دوائر بالمحافظه يعني انه ولا بدك تروحي على دوائر كل قضاء ساعتها دايره يعني. اوكي بس اكيد يعني بعد افضل تكون بدايرتين ما تكون بضمن قضائين، ما تكون ضمن اربع خمس اقضيه يعني شيء طبيعي انه يعني مش كثير واقفين عند فكره الدوائر. لا 15 دايره، 15 دايره عم برجع اقول لك نسبه لهيدا هي اكيد تقدم كبير ما في شك على المستوى اذا عم نحكي عن موضوع نسبيه لحاله بشكل بشقه التقني اكيد هو تقدم كبير، هو اصلا كان من الامور يلي نحن عم ندفع باتجاهها يعني. والنسبيه الكامله مسلمه صارت. هلا رجعت عم برجع اقول هذا الموضوع بدي يعني اتركه حتى نستكمل كل الصوره النهائيه تبع يعني اليوم التيار على موضوع النسبيه الكامله. لا 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 هو اللي بعده. ما تخديني على لا عم بسال بالعكس، نحن بدنا اياك توضح لنا لنفهم هي شو هي القصه. منا ما تخديني على جزئيات، رح اقول لك شغله ما تخديني على جزئيات. الاكيد انه اليوم في تقدم كبير، الاكيد في تطور نسبه للافكار السابقه، اكيد اذا وصلنا لهون لانه ما تهاوننا مع كثير افكار طرحت بالسابق يعني لو 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 مشينا فيها ما كنا وصلنا لهون. نحن بالعكس عم نوصل عم نوصل لهالمحل يلي عم نوصل له، انما بالاخر بدنا نستكمله بشكل كامل ونحصنه، وهذا يلي رح نعمله بالايام اللي جايه حتى نشوف اذا فينا نوصل لاتفاق او لا. طيب اذا بدنا نشرح للناس بحال هذا المشروع هو اللي سلك، شو يعني صوت تفضيلي؟ يعني اذا بدنا ناخذ الدايره اللي حضرتك فيها اللي هي بعبدا، اولا سقط اي تصويت طائفي، يعني حتى الصوت التفضيلي مش شرط ولا حكر انه يكون. هلا عم تحكيني بتفاصيل، هلا بعد ما لا هو هون بالمشروع المطروح الصوت التفضيلي ليس انه انت لتنقي ليكون محصور انه المسلم يختار تفضيليا المسلم او المسيحي. انت علن، انت شو بدك بالاعلام شو نحكى؟ انا عم بقول خلينا نقول ما بدي فوت بتفاصيل شو اللي صار ولا لا، لانه هذا الموضوع بس يصير وينعلن اتفاق بينعلن ساعتها. هلا بمبدا العام بالنسبيه النسبيه قائمه على انه بتصوتي للوايح مزبوط، وضمن كل لائحه تختاري المرشح المفضل اللي انت بدك اياه صوت تفضيلي، يعني عمليا قبل ما تروحي تصوتي انت بعبدا، يعني انت بتصوتي بعبدا كمان بتحطي اللائحه اللي بدك اياها وبتامل تحطي اسمي. مشان هيك ما بتزعلني وما بتلغي الحلقه لو شو لا وبتحطي صوت مفضل عندك بين المرشحين ضمن اللائحه اللي اخترتيها، بتحطي صوت واحد. عمليا هيدي الفكره هي هي، وبالاخر بنشوف شو اخذوا اللوائح نسب، يعني على ست مقاعد اللائحه، هي اللائحه بتاخذ أربعة بتاخذ اثنين، بتوزعوا المقاعد حسب نسبة الأصوات، وبعدين حسب ترتيب الصوت التفضيلي بكون المتصدر بنشوف مين بيربح، مين الأربعة اللي ربحوا من هالليحة ومين الاثنين اللي ربحوا من هالليحة أو شو ما كانوا يعني الأعداد بين ليحة وليحة، حسب قد ما واحد بياخذ أصوات تفضيلية قد ما يضمن الفوز. طب بس بركي اللي أخذ صوت تفضيلي مثلا تنقول هو من يعني ما كمان بتلحق الطوايف، يعني اللي سابق بالطايفة بياخذ مقعده قبل الثاني. محدودة يعني ببعبدا في عندك ثلاثة موارنة، اثنين شيعة وواحد درزي صح؟ مزبوط.
اذا اجى اذا خلصوا المورني وبعده عم بيطلع خلص بننتقل للي بعده يعني اذا اليوم أوكي. بتحط ترتيب الاصوات التفضيليه بنمشي بالاول مين اول اسم ماروني حتى لو تفضيلي ما كان في ماروني يعني بالمعنى انه التفضيل تفوق عليه هو الاسم الاول بالصوت التفضيلي طلع من طائفه ثانيه بياخذ مقعده قبل وبنكمل بياخذ مقعده قبل وبنكمل بس هن محفوظين المقاعد لانه لا محفوظين بالطوائف يعني ولو افترض اثنين شيعة من هون واثنين شيعة من هون اجوا الاول بالترتيب بس ما في غير مقعدين شيعة بس نوصل على التالي تراح خلص بننتقل على بعده بس بنمشي بترتيب الاصوات التفضيليه لذلك المرشحين بدهم يربحوا هن اللي جايين اعلى شيء بالاصوات طيب هذا الشيء بيامن فعلا يعني النسبيه بهيك دوائر بتأمن بذات الوقت أوسع مروحة من فكرة المحادل غير إذا صارت التحالفات السياسية بتحكم باللوائح ولا ما بتلغيها هلأ اليوم النسبية بتسمح لك أنه كيف يعني المحايدة يعني عفوا يعني فكرة أنه اللي ما كان عندهم أمل قبل بالخارق صارت إمكانية الخارق موجودة أكيد صار عندهم إمكانية لأنه النسبية إجمالاً اللي بيقطع السقف المحدد للليحة اجمالا بيطلع من كل اللوائح ما بيطلع من لائحه واحده المنطق بيقول الا اذا واحد الا اذا واحد عنده اجماع بمنطقته يعني عم نحكي فوق ال 90% ساعتها خلص مسلم ساعتها عمليا ايه بيربح كل المقاعد انما بالاخر تحت سقف معين فوق سقف معين اكيد الكل بيتمثلوا بالنسب اللي هن فيها هلا اذا 70% 30% اذا 80 20 اذا 60 ما اتفقتوا على قد ايه النسبه المئويه هلا هيدي من التفاصيل يلي اكيد مطروحه كمان وبدها تكون جزء من السؤال قبل ما يصير هذا موضوع التفاؤل الاعلامي الكبير عشية اساسا هو ليله السبت صار كل هيدا تغيرت ليله الجمعه ليله الجمعه لا ليله السبت عشيه طلعت الخبر انه اتفقنا ومش ليلة الحال الجمعة. طيب انتم كنتوا بالجو يعني انتو كان طلعتوا على مشروع النائب عدوان واعطيته كمان ولا البعض عم بيقول بصير في بس موجات تفاؤليه ليبين انه شفتوا في طرف هنيك هو اللي معرقل تنفهم بس هذا التفاؤل كان بيشملكم ولا لا الجو اللي طلع بالاعلام اكيد جزء من اللعبه الاعلاميه يعني منه كمان بريء 100% باللعبه السياسيه عم بحكي هلا جزء من اللعبه المشروعه بس انه هي كمان منها هالقد عفوية يعني صارت بس على كل حال بتعتبر انه في سيناريو اعلامي معين كانه لوضعكم انتم تحديدا لانه دغري بين انه بس التيار مش موافقين بعد لا عم بنحط وكانه في شيء مشي والتيار مش موافق مش مزبوط هيك مش مزبوط هيك اصلا لا في شيء مشي ولا نحن مش موافقين ولا نحن انتم اساسا طلعتوا عليه اعطيته جواب شغله بالاخير نحن بعد من نطلع بشكل نهائي على شيء بعد ما انتهى بشكل نهائي اصلا يعني اول شيء لنتفق على شغله حتى زميلنا جورج اللي هو بعده عم بيناقش وعم بفاوض ما انهى كليا حركته شو اللي ناقص بعد؟ عم بعرفي نقاش عم بصير على بعض التفاصيل ما انهى كليا حركته حتى نشوف نحدد موقف بشكل نهائي من الموضوع عرفتي كيف؟ لسبب في تسرع شوي بموضوع الجو الاعلامي يعني جاي شوي على كل حال مش بدي هلا هيدي اللعبه بلبنان هيك بدنا نتقبلها ومن هيك نحن بمكان ما كمان يعني وقت بنطلع الاعلام بنحاول كمان نعطي اجابات او نوضع الامور باطارها اللعب هلا الشيء الاكيد انه اللي بدي اقوله انه ما حدا بعيد عن كل الاجواء بالاخر عرفتي كيف؟ انما وكل الامور سبق وانطرحت وتناقشت ورجعت واجت والى اخره وطلعت وراحت واجت وفي تطورات بالمواقف عند البعض واذا اليوم وصلنا ل اذا صح كل هالتفاصيل يعني اللي عم ينحكى عنها والنقاشات اللي عم ينحكى عنها هي كمان لانه في مواقف تطورت عند البعض ما كانت هون وصارت هون يعني بالاخر يعني مزبوط. في ناس ما كانت قبلانيه نهائيا بالنسبه مثل الاشتراكي مثلا وفي عندك ناس قبلانيه نهائيا بال 15 دايره وانتقلت عليها يعني في تطور عم يحصل باتجاه هالشيء هلا هيدي كلها بتخليك انه تتطوري بهالاتجاه بتعتبروا اليوم انه في مراعاه لكم بهيك ده المشروع لهوا يعني بقيتوا دليتكم مصرين حتى بردودكم على فكره الضمانات وكل تقدم عم بصير لو حياتك مش عم اقول من دون بكل تواضع كل تقدم عم بيصير بهالموضوع لانه في صلابه لموقف التيار والمسيحيين بشكل عام طب بس كان باتجاه اوكي باتجاه عدم التراجع عن صحه التمثيل وعدم القبول باي صيغه قانون وان يكون هذا القانون فعلا نقله نوعيه منذ الطائف الحديث هلا من اجل تكريس شو النوعيه بيكون النسبيه
بالنسبه لكم ولا النقل النوعي هو صحه التمثيل الطائفي؟ صحه التمثيل الطائفي جزء اساسي يا جماعه، والله العظيم نسبيه عظيم، شغله منيحه وبتامل عداله التمثيل، انما صحه التمثيل هي على اساس المعيار الطائفي، ما فينا نتنكر لها. مع كل احترامي لكل اللي عم يحكوا بعلمني وبوطن كله خي انا بتفق معهم عليه، بس هيدا مسار بنتدرج باتجاهه، ما فينا نطلع منه الا تدريجيا. واي خطوه باتجاه يقدمنا تدريجيا ونغير سلوك الناخب، هيدا هيدا بصب بالاتجاه المناسب. بالعكس هيدا شغله منيحه، ونحن اذا من الاول تحمسنا الى النسبيه مشان قصه عداله التمثيل، مشان اصلاح الانتخابي، الاصلاح الانتخابي، مشان تغيير سلوك الناخب، مشان تحسين نوعيه الطبقه السياسيه، من اجل دم جديد ايضا في الطبقه السياسيه، هو اذا اذا نحن كنا من الاول عم ننظر لها، انما ولا لحظه تركنا فكره نعمل صحه تمثيل طائفي، لانه هذا البلد قائم على تلك المعادله، وهي المعادله ما راح نضحي فيها الا ما لبنان فعلا يتطور فكريا كل المكونات، مش مكون واحد بيتطور بالاتجاه، باتجاه العلمني باتجاه، بس طالما هذا الواقع بعده مسكر عند البعض، بعده معلق طائفيا وبعده يعني محصور طائفيا، نحن مجبورين ناخذ هالشيء بعين الاعتبار ونامن صحه التمثيل عند كل الطوائف، ما تروح ما يعني ما وما نطير مفاعيل الايجابيه تبع النسبيه من وراء هالتقوقع الطائفي الفكري اللي بعده موجود والسلوك الطائفي الموجود والانتخاب الموجود، لسبب كنا عم نطلب ضمانات وبعدنا عم نطلب ضمانات حتى ما نطيح. هل من ضمن الضمانات اللي كان سابقا نقل وصراحه اعلنوا رئيس تيار الوطن الحر الوزير جبران باسيل حين تحدث عن مجلس الشيوخ، وكان واضح بهذا الموضوع انه مجلس الشيوخ ضمانه مع اي مشروع انتخابي نحن بنمشي فيه، لا سيما اذا فيه نسبيه مثل عم ينحكى هذا الاصلاح؟ مظبوط هيدا المشروع، مظبوط مشروع نائب جورج عدوان بيسلك اذا بالتوازي كنتم متفقين على مجلس الشيوخ ولا أكيد. اذا قالوا لكم ما في مجلس شيوخ هلا نحن مأجل، هيدا الموقف اعطيناه اوريدي. اكيد طيب بس ما حدا جايب سيره مجلس شيوخ وللمسيحيين رئاسته اول مره، ما حدا جايب سيرته قبل ما نوصل لمين رئاسته، مسيحيين او غيره، مش هيدا انتم بيعنيكم بس مجلس شيوخ لو ما كان رئاسه المسيحيين؟ بلا مش هيدا قبل ما نوصل لهي النقطه، ما اصلا مجلس شيوخ كنا مسلمين انه هيدا موضوع نحن متفقين انه هو احدى الضمانات المطلوبة اللي ممكن تكون احد الضمانات المطلوبة. اعطوكم اياها هلا؟ هلا صار في تراجع عن هذا الاتفاق. ما هي هي الفكرة. مع السبب عم بقول لك خلينا نستكمل الصورة بشكل كامل قبل ما نحكي بموقف نهائي، بس انه ايه نحن كنا عاطين هالموقف من قبل، نحن طالما عم بينعطى الضمان اللازمة لفكرة صحة التمثيل اللي حكيتك عنه، بموازاتها نحن بدنا أكثر قانون إصلاحي ومتطور ويسمح باصلاح الطبقه السياسيه، ومن هيك كان من الاول وكنا السباقين في التنظير بموضوع النسبيه، التنظير والنسبيه، بس النسبيه وين نحن ناذنا وقت اللي عم تتحول صارت الى منطق يعني مثل انه خلي الاكثر عددا عددي ياخذ طير مفعول النسبيه، هذا اللي هو هيدي الفزيعه اللي صارت، مش الفزيعه هيدا الواقع اللي صار، معلش مع محبتي واحترامي للكل هيدا واقع ما حدا فيه ينكره، وانا سبق وقلت لسا نحن نظامنا بعدك عم بتقول في اثنين دروس اثنين شيء عطي هو مقسم طائفيا، يعني نحن اكثر من نظره النسبيه، بس النسبيه بمفعولها الاقصى والاصلاحي واللي بنظروا لها كلهم بتصح بمنطق سياسي بحت، مش بمنطق ناس حتضل سلوكها وفكرها وطريقه انتخابها طائفيه، صارت قصة مين ما عنده العدد الأكبر بيسيطر على الباقيين، هيدا اللي عمل النقزة وهيدا اللي دفعنا باتجاه تأمين ضمانات، طلب ضمانات، وأصلاً هيدا زيت المنطق اللي خلى مثلاً نائب وليد جملاط ما يقبل إلا ما يكونوا عليه مشروع مع بعض. كان عم بيحكي عن الوجود والإلغاء لا طيب ليه؟ ما هو زيت المنطق، هيدا هو اللي اعتمده، هو اللي هلا هو مثاقب محصور جغرافياً بمنطقة وحدة. لا مثاقب إنه في يمين ويسار بالبلد، يعني دائماً بتصير التهمة إنه الكل بالآخر بفكر طائفياً بنظام طائفي. بس بصير في ناس بيرموا عليهم حرم اليمين وبيقولوا انه اليسار هلا نحن جرح فينا شهر فينا اتهمنا بكل الاتهامات، بس انا مثل عم بحكيك اياهم هذا واقع بهالبساطه وبهالصدق وبهالصراحه. طب اذا اليوم مثل ما عم بصارح الراي العام ما عم غشه، ما انا ما بغش بقول له بحكي عموميات ووطنيات وعمليا داخلي الدفين هو طائفي، لا انا اصلا داخل الدفين منه طائفي، بس بذات الوقت عم بحكي الواقع مثل ما هو، عم بيجي يقول انه في واقع بلا الراعي اذا بدنا نطور نظامنا عظيم، نسبيه كانت استثنائيه لو ما
راحت ضحيه هذا التقوقع الطائفي والسلوك الطائفي اللي كان. كل شيء عم نحاول نعمله من خلال الصيغه اللي عم نحاول نوصلها كلها سوا از باكج بين صيغه وضمانات وغيره، هو انه نضل مستفيدين من المفاعيل الايجابيه تبع النسبيه، بس بذات الوقت ما نطيح بقصه يعني الشراكه المسيحيه الاسلاميه بالبلد، وما يعني نحافظ عليها ونامن لها ديمومه. طيب بس هلا هيك الامر. هلا مثل ما حضرتك قلت انه فجاه طلعت بهيك ليل دامس مثل ما بيقولوا، طلعت خبريه انه اتفقنا ومش الحال وخمسه، ودغري تحددت القصص انه بعد جمعه في قانون، وانتم ما سمعتوا شيء عن مجلس الشيوخ اللي هو الضمان الاساسيه اليوم. في افكار، في يعني في حدا جاي من الافكار هي مجلس الشيوخ انه يعني اكيد مطروحه، ما لنا محصوره بس فيها اذا هلا منه جاهز يعني في يعني ممكن يمشي المشروع القانون الانتخاب من دون البت بموضوع مجلس الشيوخ بذات الوقت، ممكن لانه في اكثر من احتمال لتامين الضمانات، بس انه هو هذا كان شو في مثل الاحتمالات الباقيه؟ هذا احد المواضيع وهذا بيعرف غيره من الاحتمالات. هلا وقت انطرحت فكره مثلا التاهيل كانت من وراء هالباب، من باب هيدا انه نامن كمان ضمانات لهالشيء. هلا ما بدي استبق النقاش والمواضيع، خليني اقول انا ما بدي يعني ما بدي فوت بتفاصيل لانه نحن بهالمرحله الدقيقه يلي كلنا عم نحاول نوصل فيها الى حل هنجنب لبنان نوصل الى اي محظور. انا اللي بدي اقوله خلينا نقول هلا حصل معطى جديد حرك رجع الجمود في هذا الملف، هذا المعطى يخضع الان لنقاشات يعني، وعلى امل انه يكون هذا الاسبوع حاسم في تحديد وجهه هذا المعطى الجديد اذا راح يروح باتجاه اتفاق نهائي او لا، بس ان شاء الله كمان جوابكم النهائي متى المفروض يكون؟ مش قصه جوابنا، جواب الكل، ما حدا يفكر انه شغله عنا بس. طب المستقبل مين قال؟ اول شيء انت سمعت من حدا شيء بعد؟ ما في غير الرئيس بري ونقلا عن النائب وليد جملات، لانه اساسا تسريب صار بعد. وين سمعتي؟ سمعتي حدا طلع عطى موقف رسمي؟ نائب جورج عدوان. غير جورج عدوان اكيد، نائب جورج عدوان اكد انه في قانون بحزيره. عظيم، سمعتي حدا قال موقف رسمي من كل الكتل الاخرى؟ يعني انتم اخر من سائل هيك بهالمره عم تلعبوها بالقلب انه كنتوا انتم تطرحوا وتقعدوا ناطرين اجوبه. انا هلا بدي اسالك واسال راي العام، حدا طلع سمع؟ لا انا بقول لك نائب جورج عدوان. طيب ليش عم تسالينا نحن؟ لانك حضرتك معي. لا بعرف، بس لا يعني هيدا المكسب اللي بقدر اقدر. انا قلت نحن ما بنكتفي بس ب مع اعتراف انه اكيد في تطور، مش عم بقول لا، بس هيدا الموضوع احنا قبل مرقنا بامور تطورت وكانت جاية لتخلص وما خلصت. نحن اليوم كمان بده يطلع مواقف رسميه عن كل الافرقاء او بالمباشر او بالاعلام او غيره، بدنا نبلغ فيها حتى كمان على اساسها الامور يعني تروح باتجاه، بس كانه الكل بعده مرتاح وضعه ونحن ما حدا مرتاح وضعه، بكره ما بقى في ما حدا الامور خلص صارت عم نعد الايام، ما حدا يعني مش عد تنازلي مش بس عم نعد الايام، نحن يلا صرنا اليوم بمرحله اقصاها 19 يوم مش الحال، يعني ما بقى عندنا كثير الترف انه ننطر، من هيك الامور تتسارع اكيد، يوم استجد شيء هيدا الشيء اللي استجد بده ينعطى فرصته للاخر حتى نشوف اذا بوصل لاتفاق. بعد الفاصل الإعلان الأول، وهل استبق الرئيس بري دعوة رئيس الجمهورية في ذلك خرق دستوري أم ضرب مجددا لصلاحية الرئاسة؟ بعد فاصل الإعلان الأول. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحيب بضيفي النائب ألاعون عضو تكتل التغيير والإصلاح. ونتابع مع يعني موجة التفاؤل، صار شيء بعض شيء اعتبره مش بس استفزاز، هو ضرب لصلاحية أساسية بيد رئيس الجمهورية وفقط رئيس الجمهورية، وهي فتح عقد استثنائي أولا يقوم به رئيس الجمهورية، ثانيا يتخذ أي قرار في مجلس النواب إذا بده يصير فيه جلسات. اللي صار في جلسة كان مفروض بكرة، أرجلها الرئيس بري بنهاية العقد العادي لمجلس النواب وأرجعها لخمس حزيران من دون ما يكون في عقد استثنائي. شو بتعتبروا هالخطوة؟ يعني بعتقد أنه سابقة لأوانا. ليش بس؟ أوكي، ولو حتى الرئيس بري نسق مع يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعتبر أنه تحصيل حاصل يمكن أنه يحصل دورة استثنائية، انما بالشكل المفروض ينطر فتح الدوره الاستثنائيه قبل ما يدعي حتى بالقانون جديد.
بالمادة 31 من الدستور، هلا يعني المادة 31 تقول: لا يجوز انعقاد المجلس إلا في المواعيد المحددة قانونا أو تلك التي يدعو إليها رئيس الجمهورية كالعقد الاستثنائي والتي جرى استباقها بهذه الحالة، وكل اجتماع بغير هيك يعتبر باطل. يعني حتى اليوم هلا نحن عم نحكي في ينقال انه هيدا اجتماع 2/5 حزيران هو باطل حتى الساعة أكيد. ما في مرسوم اكيد، يعني ما فيها تصير الجلسة اذا ما فتح دورة استثنائية. من هيك ما فيك اليوم، ولو افتراضا ما فيك، يعني ما في يندعى على جلسة على دورة ما انفتحت. يعني بالشكل هون صار في ليش هيدا الاستباقة؟ بده ينسأل رئيس بريري، ولو هو بنية على فكرة انه حاكي مع رئيس الجمهورية وحاكي مع رئيس الحكومة متوقع انه تنفتح الدورة الاستثنائية، ولكن بالشكل كانت بتأجل جلسة 29 من دون تحديد موعد لاحق، دون تحديد موعد لاحق، وبيتحدد موعد لاحق وقت تنفتح الدورة الاستثنائية. لانه اذا افترضنا على هلا، اذا مثلا الرئيس ما بده يمضي، لا مش ما بده، افترضي هلا ما فتحها قبل 5 فتحها ب6 شو بصير بالجلسة؟ بعطي مثل مثلا اساس السبب شو بصير بالجلسة؟ إذا ما بتصير أكيد ما بتصير، لأنها باطلة أساسا. ما فيك تفتحيها بلا عقد استثنائي، ما فيك تعمل جلسة. للسبب عم بقول، ولو هيدي انبنت على اتصالات وبالمبدأ مشاورات إنه بالمبدأ، أنا ما بالشكل كان مفروض تنتظر فتح دورة استثنائية. هيدا مش استفزاز للرئاسة الأولى، وحتى يعني مثل دغدغة بموضوع الصلاحيات، إنه لو كانت هذه الصلاحية دستوريا هي حكرا بيد الرئيس، ما بدنا نحن ما بدي في هناك حدا بيقول انا بقرر كمان، يعني ما بدي اعمل محاكمه نوايا اوكي، ولا بدي افتح سجلات، ولا بدي ازيد الوضع توترا وغيره. عم تيجي سالتيني سؤال مضطر ارد عليك فيه، عم بقول لك بالشكل ما كان مفروض يتحدد موعد قبل ما تنفتح الدوره الاستثنائيه، حتى لو صاير في مشاورات حاصله بالمبدا في حكي انه راح يصير في انه فتح دورة والى اخره، ولو انعطى تاكيدات على الموضوع، انما بالشكل لا يجوز تحديد موعد جديد قبل ما يكون فتح دورة استثنائية بهالبساطة. لا عم بفتح سجل. هل ممكن انه يرجع هذا يتصاعد التوتر اللي هو اساسا يعني توتر قائم، بس انه يتصاعد بانه رئيس عون فعلا مثل ما حضرتك عم تقول يفتح عقد استثنائي بست حزيران؟ مجرد فكرة هي انه هذه الصلاحيه مصانه. خليني اقول لك شغله، عم نجي نفتح هلا سجل سكوندير، يعني لا لا بس عم بحكي بفكره آل حسن شيلي عن قصه الدعوه الجلسه ولا، يعني عم نفتح سجل مثل ما بيقولوا سنوي او سكوندير، يعني ما انه هو الاساسي، يعني جانبي. فكره الدوره الاستثنائيه ما انها هي العقده، ليش عم نجي نفتح مشكل كانه في ناس بدها تفتح بيقولوا راحوا على الفراغ؟ اسمحي لي، ليش لازم نفتح سجل وكانه الدوره الاستثنائيه هي صارت الهدف اذا بتصير او ما بتصير؟ لا هي تحصيل حاصل رح تصير. الفكره تحصيل حاصل حيرئيس الفكره وين تحصيل حاصل؟ تحصيل حاصل انها تصير مشان اتفاق عن انتخابات جديد ليعطي مجال انه نحن يا عمي فتحنا لكم بعد وقت تقدروا تشرعوا. لا هي معموله لنتفق عن انتخاب، مش هيك؟ هلا يحصل اتفاق، هلا هي الاسبوع، هالاسبوع بيحصل اتفاق، بقول لك اكيد في جلسه بخمس الشهر وبصير فيها اقرار قانون انتخابات، مش بس جلسه تتاجل اذا صار اتفاق. عم تقول ايه يعني اليوم هيدا الهدف. طيب اذا ما صار اتفاق بدي اقول لك شغله، فتحنا دوره استثنائيه ما صار في اتفاق، ما في جلسه بخمس ايام مثل ما صار ب 29 بتتاجل. يعني الفكره الاساسيه هو يصير في اتفاق، ما نضيع الموضوع وكانه قصه فتح دوره او عدم فتح دوره. بس دورة مش وسيلة. مسلم حتى الساعة انه الرئيس بكره تحديدا تنين، لانه بعد معه ل 31 ايار. هذا الموضوع بايد رئيس الجمهورية مش بايده، ما حدا عنده جواب نهائي بهذا الموضوع. لا مش هيك، الجو بيقول ايه؟ الجو نحن بالاخر بدنا نستثمر 19 يوم الباقيين من اجل اتفاق عن انتخابات. شو نحن جايين بس من اجل اتفاق عن انتخابات، مش من اجل يعني فتح باب لتمديد او غيره او شيء من هذا السبيل، لا مش هذا الهدف، هذه كل القصه. طيب ليش الرئيس بذات الوقت اخر اطلاله له على الاعلام باستقبال وفد نادي الصحافه فتح باب موضوع الستين والقانون النافذ، كانه البعض اعتبر كانه هو يتحدث بالفراغ، بانه رايحين على يعني الفراغ والحكومه رح تقوم بالواجب. طيب بده قانون الستين كان بكل بساطه. لا مش لانه بده، لانه عم بيقول انه يبدو ما في اتفاق. لا لا اول شيء اذا نحن اليوم رح نوصل لقانون انتخابات، الفض الاكبر هو لرئيس الجمهوريه يلي بعدم توقيعه على مرسوم دعوه هيئات الناخبه على اساس قانون الستين حط الكل بالزاويه، منه وجر حط الكل بالزاويه واتفقوا على قانون لانه رايحين على مشكله. الفضل الاكبر هو لرئيس الجمهوريه في الوصول الى اي قانون انتخابات جديد.
ما نضيع وقت. هذا الشيء ما كان متوفر قبل. ولو رئيس الجمهورية وقت اللي رفع له الوزير مشنوق الدعوة للهيئة النيابة كان مضي المرسوم، كنا كلنا هلا خلصنا انتخابات ب 21 ايار ورحنا انتخبنا على 60 كلنا كان مرق الانتخابات خلصوا، ما حدا من كل اللي عم بيحكوا قدر يغير شيء بهيدا الواقع. فاذا ما نجي ننكر له حقه ونجي نقول هلا صار بده 60 مثلا، هو اللي خلق كل هالظرف، هو اللي منع ال 60 يصير. اهون شيء كان يصير انا لا حول ولا قوه الا بالله، واتهموه انه خلف الدستور. بتعرفي مثل كل شيء بلبنان بيتقول انه هيدا المرسوم ما له حق يمضي او ما له حق يمضي. هو بنى على قصه انه مقدمه الدستور انه هي هذا القانون القائم يخالف مقدمه الدستور حتى يبرر على ليش ما مضي. بس بجميع الاحوال اليوم وقت اجى سأل سؤال، طيب انه استنفدنا المهله للاخر شو بدنا نعمل؟ وصلنا الى مرحله فراغ. يعني راح عم بعطيك للاقصى. اجى اقول هو ساعتها قال انه ساعتها انا بترك البلد فلتين بمكان ما بدي رجعه الى الهيدا، بس بكون يعني استنفدنا لاخر لحظه كل حتى ما نوصل لهالحاله وحتى ما نوصل الى هالفرضيه حتى ما نوصل الى محظور ومجهول. ايه كل المطلوب انه نتفق على الانتخابات، وهو بالعكس عم يدفع في هذا الاتجاه وليس في اتجاه. بس لا يعني يبدو صراحه لا يبدو انه مثلا بهلا من هون لنهار الاربعاء اللي هو نهايه ولايه المجلس النواب فعليا يعني 31 ايار بالمعنى اللي هي العقد العادي، يعني خلص خلصت القصه. وشو بده يصير يعني لو انه في مجلس نواب بس ما بقى في تشريع اللي هو سمي بانه الفراغ؟ لا يبدو انه كل المواقف حتتبين بين مشروع النائب جورج رضوان وراح يصير في توافق وراح نروح على جلسه 5 حزيران؟ لا يبدو هذا الامر وارد، لانه اذا اليوم في معطى جديد يمكن استكماله وانهاء اتفاق بعتقد الاسبوع المقبل كافي حتى اتمام الاتفاق والذهاب الى اقرار القانون. بس رئيس الجمهوريه ممكن انه يوقع مرسوم عقد استثنائي وبعد ما في توافق وممكن هيدا العقد الاستثنائي فوتنا على التمديد؟ ما عم بقول لك هلا شو بدك امتين رح يمضي؟ مش شرط انه يمضي بكره وبعد بكره، يعني هذا بايده القصه اذا بيمضي بكره او بعد بكره او بواحد او باثنين او بثلاثه او باربعه، هذا الموضوع بايده له مش بايدي. بس عم برجع اقول لك انه هو اكيد الرئيس الجمهوريه يوقع يعني الدوره الاستثنائيه هدفها الاتفاق تكريس اتفاق على الانتخابات وليس اي شيء اخر. تشريع قانون انتخاب هيدي اصلا هي المرسوم اللي رفعه رئيس الحكومه محصور باقرار قانون انتخابات جديد وليس باي شيء اخر. حتى نكون متفاهمين كمان عن شو عم نحكي. فإذا يعني ما فين يعملوا ولا شيء ولا شيء ثاني غير اقرار قانون اقرار قانون انتخاب. فاذا اليوم الموضوع محصور يعني واضح بهالقصه. فبدي اقوله انه نحن هلا الهدف هلا استثمار وبعتقد اكثر من هيك. انا برايي انه هذا الاسبوع اكيد اساسي اذا حصل في تقدم عظيم نوعي استكماله بشكل نقدر نوصل لاقرار قانون انتخابات جديد ب 5 حزيران. شو نحن بنزعل اذا خلصت القصص كلها هذه الجمعه، واذا لا سمح الله ما خلصت هالجمعه ان شاء الله بتخلص الجمعه اللي بعدها. ما بقى في كثير وقت، يعني شو 5 و19 قديش باقي بيناتهم يعني مثلا؟ شو انت بدنا نتفق ب 18 يعني انه اي وقت بيصير في اتفاق بيخلص هالجمعه عظيم بنعمل اتفاق ونتكل على الله وناخذ البلد الى انتخابات جديده ومطوي هالصفحه ومنقلع تقليعة. طيب اليوم شو الاجواء اذا بده يصير كل هيدا؟ الانتخابات الجديده بدها تكون بتشرين الاول المقبل. نحن طبعا بدنا تصير الانتخابات هالسنه. هلا هذا الموضوع بده يتم نقاشه بموازاه الاتفاق اللي عم بيحصل على القانون من باب تامين جهوزيه الوزاره لاتمام الانتخابات على اساس انه انتخابات جديده. انا برايي اكيد اجراء الانتخابات هالسنه منه مستحيل. يعني انا مع يعني مع احترامي لكل الاراء الاخرى يعني بتايد تفاؤل الوزير المشنوق بانه هالسنه قبل نهايه العام؟ اكيد بايده. وبالاخر ولو رحنا على نظام انتخاب جديد مش هالقد معقد وصعب يعني معنا ثلاث اشهر لنشرحه للراي العام ومن ناحيه الفرز وغيره يعني اول شيء بال 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 بالاقليم الفرز تبع القانون النسبي القائم على النسبيه اسرع بكثير من 60 ليحة اسم ليحة اسم يعني اسرع بكثير من 60 وعندك بعدين 15 اذا افترضتي 15 دايره عندك 15 دايره جمع متمكنيه بتعمل اللازم وبتجمعي فيها. طيب والتحالفاتكم لحد اليوم ما يبدو انه القوى السياسيه عم تشتغل على اساس انه التحالفات شبه شامله وراكبه؟ يعني اليوم انا اذا بسالك حضرتك نائب عم بعبده اللي فيها هذا الموزيك، هل القوات والتيار حينزلوا بتفاهمهم ببعبده وحزب الله شو موقفه؟ حتقلي بعد ما وصلنا لهون مزبوط؟
لا هلا اللي بدي اقوله انه التحالفات السياسيه قائمه، يعني نحن اليوم تفاهمات اللي عملناها بالسياسه قائمه. هلا الاعتبارات الانتخابيه تختلف اذا انت رايح على نظام اكثري او على نظام نسبي، وكل دائره لها خصوصيتها ولها اشكالياتها، فبعتقد حيتطلب التعاطي مع اذا للبد رحنا على نظام قائم على اساس النسبيه. موضوع التعاطي مع اللوائح وغيره يجب ان يكون هناك ليونه معينه، ليس هناك شيء جامد مسبقا انه والله في تحالفات بتنسحب وين ما كان بذات الطريقه، مش شرط اللي متحالفين معهم بكسر وين نتحالف معهم ببعبده او مش بس قصه، انا مش معناتها عم نحكي هون انتخابيا هذا الشيء يعني مثل ما بيقولوا ما رح يفسد العلاقات السياسيه، لانه نحن بواقع هون لانه ليكي منطق النسبيه يختلف عن منطق الاكثريه. كيف نجمعنا بليحه وحده رح ناخذ النسبه اللي فينا ناخذها، ونقسمنا على ليحتين عملنا كمان امكانيه يعني اذا بدي اعطيكي مثل، اذا نحن متحالفين مع القوات ونحن وياهم بنعمل 60%، افترض نحن 40 هن 20 او نحن 30 هن 30، ان كنا سوا رح ناخذ 60% من المقاعد بليحه وحده، وان كنا بليحتين رح ناخذهم 40 20 او 30 30، يعني رح نرجع ناخذهم للمقاعد زيتهم بس عبر ليحتين. فخير بس اذا ما كنتوا سوا بمحل بتقدروا تكسبوا اصوات اخرى ترفع نسبتكم تركيبيه. هيدي يعني بقول لك في خصوصيات لكل دايره ولكل معركه، ويمكن كمان اعتبارات تخليك، لانه بالنسبيه اللي بيكونوا معك على الليحه ما فيك تطلع منهم، يعني اذا نحن اليوم ضل عنا إشكالية بالعلاقة بين القوات والحزب وحزب الله وما بيركبوا على فرد ليحة، صار فيك ما فيك تحطيهم على فرد ليحة بدهم يصوتوا لبعض. شو بدك بصوت تفضيل؟ عم بحكي كلوايح بدهم يصوتوا لبعض، دونك هيدي فيها الاعتبارات يعني خلينا وهون الاعتبار بيكون ما حدا رح يفوت هلا بهالتفاصيل. حقلك ليه؟ قبل ما يطلع على حسب القانون والدوائر، يعني ساعتها بس نخلص القانون ويمشي ببلش هذا الحكي. بس شو صعوبة انه انتم لهلا مش قادرين هيدا التفاهم يوصل ل يعني انكم تقربوا بين وجهات النظر؟ القوات بيقولوا نحن قربنا كثير لحد بعد شوي صرتوا هيك متجانسين مع المستقبل. ما فيك تقولي انه اليوم علاقة حزب الله ما تطورت، حزب الله قوات ما قدرتوا هالقد توضوها. في معطى جديد نجح العماد عون بوصوله الى رئاسه الجمهوريه بخلقه، كسر الاصطفافات السابقه. يعني اليوم الواقع الجديد بالتفاهمات اللي حاصله بالحد الادنى التفاهمات الحاصله بين حزب الله وكل اخصام السابقين من مستقبل لقوات وغيره، وهل اطار العلاقه اللي انوجدت لا تكوين حكومه وحده وطنيه لا تعاطي جديد ما بين الكل، ما فيك تقولي انه ما في تطور جديد. ويمكن هو ضمانته هيدا تحديدا هو التيار الوطني الحر يلي هو على تقاطع مع كل هالقوى شئنا ام ابينا. اليوم ما فينا نقول انه ما تطورت العلاقه بين حزب الله والمستقبل او بين حزب الله حتى والقوات اللبنانيه لحد ما بفكره التعايش ضمن يعني حكومه ووحده وطنيه والى اخره. هيدا ما بيعني انه ما صار في ما في مشاكل اساسيه الآن ومختلفين عليها جوهريا. مظبوط. وامبارح من يومين رجع اكد السيد حسن نصر الله وقت طلع حكي بمناسبه 25 ايار، قال انه نحن ما هيدا التفاهم يلي كان قائم ما زال مستمر، ونحن صحيح مختلفين جذريا على كثير من الملفات تحديدا الاقليميه، انما نحن الاطار العام اللي حطيناه لتفاهمنا الداخلي بعضه مستمر واكد عليه، وهذا باكد اللي عم بقول لك اياه انه عمليا اليوم الكل مسلمين انه نحن نوضع جانبا الملفات الخلافية وتحديدا الإقليمية، وفي ملفاتنا الداخلية كلنا نسعى إلى تطوير علاقاتنا وإلى إنجاح هذه الصيغة المشتركة اللي عم نحاول من خلالها نرجع نحكم البلد. ما بتعتبر كان استفزاز ترشيح مقعد لمقعد الماروني بعلبك الهرمان من قبل القوات لمرشح بالآخر هو أساسا عضو بالتكتل عندكم النائب من بوجو نائب من رحمة وأيضا هو حليف حزب الله، ما كان استفزاز من قبل الكويت او استباق بهذا الموضوع؟ حدا ما بدي هلا اعلق على الموضوع، برجع اقول لك انه مش بالتوافق معكم صار يعني
مش عم بقول لك انه اليوم الانتخابات هلا حقه كل واحد يطمح للي بده اياه. التعاطي مع التحالفات الانتخابيه قلت لك هلا سابقه لاوانا، مرتبطه بقانون الانتخابات صيغته النهائيه، واكيد رح تعمل تعاطي مجبورين كلنا يكون عندنا فيه مقاربه مطاطه، بمعنى ما رح يكون في شيء جامد بالتعاطي مع بعض. هلا في تفاهمات سياسيه كبيره، اذا قدرت ترجمت كلها انتخابيا كان به، اذا ما قدرت ترجمت انتخابيا بدنا نسلم جدل انه بدنا نعمل منافسه ديمقراطيه وبعدين بعد الانتخابات بنرجع نلتقي. طيب بموضوع نقل المقاعد اللي ما عم الناس حتى ما عم تفهمه وعم تعتبر انه فعلا كانه يعني ترسيم ديموغرافي معين عم بيصير. لا انتوا بهذا الموضوع شو مطلبكم؟ شو قصتكم؟ شو قصة مطلبكم؟ نقل المقاعد اول شيء ما حدا بده يفضي منطقه شو القصة بهذا المشروع؟ ضمن الامور اللي انطرحت فيما يخص نقل المقاعد، ما بدي افوت في كل واحد على حدا لانه يمكن اول شيء يعني نحن ما طرحنا بعد شيء بالتفصيل. هيدي من ضمن الافكار اللي عم بتصير في الدوله يعني بالمطابخ الانتخابيه. يعني نحن مش متمسكين بنقل يعني مش متمسكين، ما بدي افوت بكل التفصيل هلا، بس ما في شك انه بعد الطائف صار في مقاعد خلقت على خلفية سياسية وليست على خلفية واقع توزيع طائفي تمثيلي. هذا من هالإطار، هذا تصحيح لخلل أصلاً عمل. ما في غلط إذا صار في تصحيح لخلل عمل لأسباب سياسية وليس لأسباب صحة تمثيل المكونات. إنه اليوم أنت بتقولي مثلاً على سبيل المثال وليس الحصر حتى ما أعلى، واضح انه في مقاعد زادت من 108 لل 100 وتطلعنا من 108 ل 122 كانت على خلفيه طائفيه، كانت على خلفيه سياسيه بوقتها. مثل اي مقعد مثلا؟ ما بيعكسوا صحه، ما بيعكسوا اذا مكونات المقعد الماروني في بعلبك الهرمل يعني؟ لا، مقعد الماروني بعلبك الهرمل مختلف كليا لانه هيدا مقعد موجود من قبل. ما كنتوا ناويين مقعد الماروني ببعلبك الهرمل موجود من قبل الطائف مثلا، كل عمره موجود. طيب شو هن بالعكس مختلف هيدا؟ لا بس مثلا مقعد طرابلس مثلا هيدا مقعد نزيد بوقتها لا يعني ما ليش رافض الرئيس حريري نهائيا البت بالموضوع؟ اوكي يمكن ما يصير في، ما بدي هلا افوت بتفاصيل النقاش، بس عم بحكي اذا عم نحكي هلا بتعني تحسبي وين في موارنه وين بحق لهم كلهم في مقاعد تخضع للنقاش، بس مش ما كانه اليوم بوارد انه يصير في هذا التغيير مش قائم كانه بهذا المشروع. هلا هيدا استاذ جورج عدوان الافكار اللي عم بناقشها، خليني اقول انه في امور اولا كمان في مقاعد مثلا كانت موجوده بدوائر نقلت على غير دوائر مثل ببيروت مثلا مثلا يعني هي كان اصلا تاريخيا كانت موجوده مثلا بالاشرفيه صارت هلا ما بدي افوت بهو التفاصيل لما نفوت بتفاصيل على الاعلام، بس بدي اقوله انه جاي من هالفكره. هلا اكيد ما لازم نفضي مناطق يعني أكيد. يعني مش بكل فكرة منطقه انتم منبوذين خليكم تعوا عيشوا معنا بس هلا اليوم قانون الانتخاب منه عادل 100%. رح اقول لك ليه. عندك مكونات مثلا عندها عدد كافي بس مش طالع لها يعني مزبوط. بعطيك مثال موارنه بنت جبال مثلا اللي في عدد كبير، بعطيك مثل الروم ببعبدا الارثوذكس ببعبدا 14000 ناخب بس ما عندهم نايب ما عندهم مقعد الى اخره. مش دائما عادله وين ما كان التوزيع الطائفيه الموجوده يعني، وما فيك تعمليها 100%. هلا لو بتروحي على مشروع مثل الارثوذكسي مثلا بصير كان كل العالم بتنتخب وبصير كلها معنيه طوائف يعني كان طوائف. أنا كمان هي بتدلى يعني مثل ما بقولوا بتجمعيها كلها يعني اللي هي بتدلى مثل زينه الكيك يعني السوريز على الجاتو انه فكره انه يدلهم هون مكونات هن اللي بطعموا مثلا كيف فيك تعوضيها يعني. لو بيقبلوا يرجعوا يمشوا مجلس الشيوخ على اساس الارثوذكسي كان ساعتها كل العالم
واذا للبد مش مقبول بمجلس النواب بمجلس الشيوخ، كل العالم وين ما كانوا موجودين بيلاقوا حالهم مستنيين، بيلاقوا حالهم مستنيين لهم حق يترشحوا لانه صار عم ترشحوا عن طوائفهم وليس عن منطقه جغرافيه واحده، وساعتها بتصير عادله انه الكل يكون عندهم تمثيل بمكان ما. اذا مش 100% مجلس النواب مجلس الشيوخ. اصلا ليش اليوم بمجلس النيابه مسموح انك تترشحي وين ما بدك؟ مش مجبوره تكوني. ليه؟ لانه عمليا مش قدرت تأمني لكل الناس باب المساواة، ما فيك تأمني لكل الناس ما قاعد وين ما كان. خلينا ادخل الى فاصل اعلاني. من بعد الفاصل الاعلاني بين اعلان الرياض والعقوبات الماليه الامريكيه مع نائب العون. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونتابع حوارنا مع نائب العون عضو تكتل التغيير والاصلاح استاذ العون بابرز التطورات. يعني كل الوقت عم نحكي عن الانتخاب بوقت البعض عم بيقول انه هيدا الهزه بالعلاقات الاقليميه السعوديه او الخليجيه الايرانيه ما بتعكس انه هذا بلد مثل لبنان فيه يكون رايح على تغيير بشكل او بصيغه الحكم عن طريق انتخابات، وانه الكل لا بفضل يبقى الستاتوكو القائم افضل من اي تغيير اليوم ما حدا كثير هالقد مستعجل عليه اقليميا. هو نظريات سمعناها قبل بقصه رئاسه الجمهوريه انه ما يوضح صوره خارجيه. طيب بس كان ما في ترامب في رئاسه الجمهوريه. وشو لك يعني شو هلا فكرك انه واذا كان يعني دائما نحن بلبنان بنحب نكبر شوي قصتنا انه نحن كثير مهمين ما لا لا بقول انه منا موجودين. اسمحيلي اقول لك اليوم القرار الدولي الاقليمي لحديت هلا هو بحمايه استقرار لبنان، ولكن اهم من هذا القرار هو القرار الداخلي واللي رجع اكد عليه السيد حسن نصر الله بخطابه، يلي اكد عليه الرئيس الحريري بعد عودته من الرياض، واللي طبعا هو الضامن تبعه والمظله تبعه رئيس الجمهوريه كمان بكلامه بهالموضوع. نحن اللي ضامنين هذا الاستقرار الداخلي، نحن بارادتنا الداخليه عم نجي نحافظ على هذا الوضع يضل مستقر بمعزل عن كل عم بيصير. وطوي صفحه قمه الرياض بالطريقه اللي صارت هي بتاكد على هذا النظريه، وعلى امل انه نقدر نتجنب اي ضغط او اي تطور ممكن يصير ينوضع فيه لبنان بحاله يعني ضغط معين من خلال هذه المظله الوطنيه، من خلال هالشبكه الامان اللي عاملينها اليوم القوى الاساسيه بالبلد والرؤساء بالبلد، هي اللي بتخلينا اليوم نقدر نحافظ على هالشيء ونجنب لبنان اي خضه من اي لانه بظل وضع اقليمي مع الاسف رايح باتجاه هلا تأزيم اكبر وتصعيد اكبر وبيش اكبر، بس ولكن هذا الشيء لا نحن بهمنا انه نضل محافظين مثل ما قطعنا هالخمس سنين اللي مرقوا بصعوبه ولكن قطعناهم بحد ادنى، وصاروا ست سنين هلا من 2011 من وقت الازمه السوريه قطعنا البلد وحميناه، بدنا نضل محافظين على ذات الحمايه الداخليه. بس ما بدنا ننسى انه بهول الست سنين اللي قطعوا فيه اربع سنين تمديد، يعني ما تغيرت صوره هلا بيجي على قصه قانون الانتخاب. لا اكيد اليوم مش موضوع هلا بكل غرف العالم بس كل العالم تعرف انه انتخابات بلبنان يعني نفوذ مصاري كل الدول لا بيعنيها الانتخابات خبرنا اليوم ايه اذا صارت قانون 60 او صارت قانون نسبيه او صارت قانون تاهيلي او غيره، وهذا موضوع يعني مش لن يغير في اول شيء يعني بالعكس سيسمح بتجديد الطبقه السياسيه، سيسمح بانعاش الديمقراطيه تبعنا المترهله بعد التمديد اللي حصل لمجلس النواب التمديدين اللي حصلوا، سيعيد المصداقيه الى البلد والى مؤسساته على يعني ويعيد تاهيلنا اذا بدك على المستوى السياسي والانتخابي. لا يعني ما بعتقد هذا الشيء يشكل مشكله عند حدا، واليوم اذا رحنا عملنا انتخابات على هيدا القانون او غيره مش هيدا هم العالم اليوم، يعني حتى ما كثير لبنانيين يهموا حالهم. اذا وصلنا لاتفاق مثل ما وقت وصلنا لاتفاق داخليا بموضوع انتخاب رئيس جمهوريه باركوا الكل اكيد، يعني لو في حدا بده يعرقل مثلا قوى فاعله اقليميه كان يمكن فيها تعرقل هالاتفاق، انما بالعكس باركوا وسلموا بهالشيء، وهلا كمان ما بعتقد في حدا رح يجي يخربط هالمعادله. ما بس ما في اليوم عم بنطلع عم بستلم النظر ولكن لنا بلبنان انه يعني اكيد حضرتك طلعت على صحيفه عكاظ السعوديه التي وصلت والوطن السعودي اللي وصفه التيار الوطني الحر وزير جبران باسيل الرئيس العماد ميشيل عون بانهم
أزلام إيران ومصطلحات يعني من فج وغميق. خلينا مستعدين اليوم للعبة إنه يربح فيها محور إيراني أو محور سعودي بانتخابات الروسية انتخابات اليابية؟ توصيف اللي بيعملوه الآخرين هذا لا يعكس حقيقة الواقع. يعني هلأ اوكي في جريده انتعضت يمكن من وقف لبنان موضوع قمه الرياض، عبر صحافه او غيره او عبرت جريده تصطفل، مش هذا الموضوع، هذا لن يغير في الواقع. باساءه لرئيس الدوله بهالطريقه؟ هيدا مش ماني مسؤول عنهم يعني، انا بدي يعني بستنكر هالشيء، انما ماني مسؤول عن الجريده هلا شو حكيت او كتبت. انا اللي بدي اقوله واقع لبنان مش هيك، الكل بيعرفه انه لبنان ليس جزء من اي محور. حتى اللي هن اليوم قراب او في صلب محاور اقليميه من اللبنانيين بيعرفوا انه نحن اليوم في حدود ل هيدا الانتماء اللي عندهم اياه او هيدا القرب اللي عندهم اياه، وبدليل نحن وهن مسلمين بمعادله تحييد لبنان. طيب هيدي المعادله اللي نحن دافعين حقها، كل الازمات اللي مرقنا فيها دافعين حقها، يعني كل هالسنين اللي راحوا اللي من تجذبات لبنانيه من تعطيل مؤسسات من فراغ الى اخره، هذا كله اليوم اللي توجناه باتفاق بين اللبنانيين ما رح نضحي فيه كرمال حدا. اوكي؟ ما قادرين نضحي فيه كرمال حدا ولا بدنا نضحي فيه كرمال حدا، وما بنفيد حدا اذا نحن اصطفينا باي محور. اللبنانيين في عندهم تنوع. ولو تم تدفيعكم الثمن مثل ما رح يصير وعم بيصير بقطع علاقات معكم مع رئيس الجمهوريه، حتى يعني بفكره اعاده هيك ترطيب الاجواء ومثل بيقولوا فتح خط جوي سعودي لبناني ما عم لازم نحافظ عليه. نحن مش سعيين لقطيعه مع الطرف السعودي، بس هن يبدو مقاطعينكم. لا مش مقاطعيننا، يعني ما سمعت هالشيء بعد من موقف رسمي سعودي. في سفير سعودي في لبنان؟ هذا سابق اولا لهالقصه ولحق لها، يعني ساعه اللي بدهم بعينه هن سفير. انا مش ما عاد صار في تواصل نهائيا مع الرئيس من بعد الوقت اللي بصير في ضروره بيتواصلوا. شو ليش طيب ما عاد في تواصل مع سفير رومانيا؟ انه ليش عم نجي نحملها بعيده شو رومانيا شوي؟ لا لا مش لانه عم بصير في تواصل عادي، يعني على الطلب على حاجه بصير في تواصل. شو خص يعني انه اللي بدي اقوله نحن عملنا اللي علينا، فتحنا صفحة جديدة، لغينا التشنج اللي كان موجود بالعلاقة بين لبنان والسعودية ودول الخليج، فتحنا صفحة جديدة من العلاقات ونحن حابين نحافظ عليها، بس حدود هيدا الشيء أكيد هو يعني لبنان لن يدخل في صراع المحاور في المنطقة، وهذا الكل بيعرفوه. كان في تبرير لعدم دعوة الرئيس إلى قمة الرياض؟ كان في تبرير سعودي، يعني حدا موفد إجا قال له للرئيس هو لعدم إحراجك ولا لا؟ هو كان مقصود عدم دعوة الرئيس. بينسألوا هن عنا، ما بدي أنا. بالانتقال إلى الموضوع اللي مفروض تعطينا عليه أجوبة هيك أريح شوي، اللي هو العقوبات المالية. نعم. ما في عقوبات مالية على لبنان الجديدة أمريكية؟ مش أكيد ما يصير في عقوبات بعد إضافية، مش على لبنان، حتى نتفق على شغلة. اليوم في سياق المعركة بين أمريكا وإيران وحزب الله واضح أنه هيدي من الأدوات اللي عم تستعمل في سياق هيدي المعركة، مثل ما في أدوات عسكرية هيدي أدوات مالية اليوم عم تستعمل. في قانون صدر من سنتين له علاقة بتمويل حزب الله. أوكي، هلأ عم بيعملوا قانون آخر أو مشروع قانون آخر، مسودة قانون آخر كيف ما بدك تسميه، يبدو أنه رح يعملوا. ما فيك تضمن شيء لانه هذا موضوع بايد الكونغرس الامريكاني، حتى الاداره ما فيها تضمن، يعني هي مش عندها بالاول، هي بتطبقه بس يطلع، انما مش هي مبادره يعني تشريعيه اذا بدك، تحت اطار لوبيات معينه تحركت وعم تعمل هالشيء. اليوم في اقتراح قانون جديد، هذا القانون الجديد يعني ما بيزيد وبنقص على المبدا، ما معمول مبدا اصلا عقوبات على كل من له علاقه بحزب الله، بس على شو بزيد؟ على الاليه، يعني هن عم بيزيدوا بعض الامور لها علاقه بالاليه اكثر من هي عمليا، انه اليوم بالقانون الاول اذا اعتبر انه انت نانسي سبع بتمولي حزب الله ما بيطلوك بالقانون الاول، ما انهم بحاجه لقانون ثاني، يعني عرفت كيف؟ في كل القصه هي في تفاصيل لها علاقه بالاليه، شو بيطلبوا، كيف وزير الخزينه بحط الاسم، بعدين شو بيطلبوا منه، بحققوا بحساباته، مصادر امواله من وين وكيف صرف امواله، يعني رايحين بتفاصيل كثير يعني كانه عم بتابعوا اللي هو الدائره اللي حطوها، يعني يمكن حتى انا برايي الطوق اللي حطوها في منها كمان تشدد تجاه الاداره، لانه يمكن اعتبروا انه الاداره اللي قبل
ما طبقت مثل ما لازم او بالشكل اللي بس ما في توسيع لدائره العقوبات على اخرين. في توسيع، قصدي اقول انه انا بالمبدا تمويل ما بالقانون الاول، هو بعدين شو بيعملوا؟ بيعملوا اثار قانوني وبيطلبوا من وزير الخزينه انه هو بحط الاسماء. طيب انه بالقانون الاول في حط اسماء، حتى لو مش مكتوبه مش دوي يكتبوا الاسماء او مين بالقانون، انه عم بحطوا على اوكي بال... طيب الدرافت الجديده فيها اسم حركه امل مثل ما قال؟ في درافت توزعت بس اني نكروا انه حسب ما فهمت من الزملاء اللي راحوا بتاني. حضرتك كنت باول زياره؟ انا كنت باول زياره، ما كنت بالزياره الثانيه، بس حسب ما فهمت من الزملاء اللي كانوا بالزياره الثانيه وقت التقوا بإد رويس يعني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، وبعدين بفريق عمل سيناتور روبيو، لأنه هن اثنين اللي هن واحد بس بالسنات، واحد بمجلس واحد بالكونغرس، بالكونغرس بمجلس يعني بالهاوس اوف ريبريزنتيف، هو اللي مقدم الاقتراحين. اثنيناتهم نكروا انه هيدي الصيغه اللي مسربه هي تسمية حركه امل موجوده. هلا اللي بدي اقوله انا انه عم برجع اقول لك على المبدا، على المبدا. طيب المبدا شو بيقول؟ المبدا بيقول انه العلاقه بالتمويل، افترضي مش مسمين حركه امل وهن اعتبروا انه في حدا من حركه امل بمول حزب، بيطلبوا بالقانون الاول بلا ما يسموه. اها يعني هي يعني مش انه هن بيقدروا يوسعوا التسميات بالقانون الاول. الموضوع له علاقه بالتمويل وليس بالعلاقه السياسيه، يعني هذا الكلام اللي انكب انه رئيس جمهوريه ورئيس مجلس نواب والى اخره، مش الموضوع له علاقه بشيء له علاقه تقني بالتمويل. مش اذا انت عندك علاقه سياسيه بحزب الله يعني انت سيكون عندك حزب الله عقوبة. موجود بالحكومه اصلا كلهم طيب كله هل بيعتبروا مثلا، هل بيعتبروا اذا في مثلا حسابات للنواب اللي هن نواب وزراء؟ لا مش هيك مثلا، ما بيعتبرون بهذا القانون، ما بيطالون تعامل مع البنوك بالاخر اذا في عندهم حسابات بتطالب مصارف مزبوط؟ ما بتطالب مصارف هيك عشوائيا، لا في ثلاث مصارف مزبوط انحطت على هيدي اللائحة؟ لا عم يعني بيطلع كثير تشويش يعني. واليوم النظام المصرفي بلبنان والمصرف لبنان والمصارف بالعكس يعني عم 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 تلتزم كليا بالقوانين الدوليه بالمتطلبات الدوليه وعامله فول كومبلاينس، يعني هي كلنا بنعرف اليوم كلنا بدنا نحول في 100 توقيع ومن وين المصدر و بدك تفوتي مصاري بدك تعملي 100 شورس تصريح بدك تفتح حساب بده يعملوا معي تحقيق كل فتره بجدد التحقيق المصارف عم تعمل يعني بطل في سريه مصرفيه بلبنان من وراء هالشغله يعني قبل كان في مصرفيه سريه مصرفيه هلا ما عاد في اذا بدك بالمعنى الحقيقي ما عاد في انه بمعنى انه خلص بطل في واحد ما يكشف عن مصدر كل شيء اليوم اندر سكريننج يعني كل شيء اليوم مكشوف كل شيء عم ينعمل المصارف اللبنانيه يعني حتى عم بتزعل اوقات عم تعمل مثل اوفر دوينج يعني مش مطلوب منها هالقد عم تعمل اكسيدو سيل يعني عم تشدد اكثر هي من ما هو مطلوب من ما هو مطلوب قد ما خوفا من اي عقوبات او مش بس عقوبات لانه عندك المشكله انه في شيء له علاقه بالدوله الامريكانيه اللي هو خاص بالقانون وعندك شيء اسمه correspondent banks يعني نحن البنوك اللبنانية تمر ببنوك أمريكية أكيد. لأنه بتتعاطى بالدولار هالبنوك correspondent banks اللي هي بنوك قطاع خاص إذا قررت هي توقف تشتغل معه بتعور لك البنك يعني حتى افترض الدولة الأمريكية ما عملت شيء بصير في ضغط عبر العملة يعني اللي هي لا اليوم إنه بنك اللبناني بده يشتغل بالدولار مجبور يبرق بأمريكا اللي بقرر يشتغل بغير عملة أوكي بقول ما بشتغل أنا بالدولار يعمل بده إياه إذن عندك مشكلة بهالموضوع من هيك نحن ما فينا نصلح حالنا عن النظام المصرفي العالمي اللي قائم بشكل أساسي على الدولار ولأنه قائم على الدولار نحن نمر بالنظام المصرفي ليه وزير الخزانة ما التقى الوفد اللبناني؟ يعني بالآخر كل الأجوبة اللي أخذتوها نحن التقينا فيه بأول مرة ثاني مرة ما التقى التقينا يعني مساعد الوزير لانه للشؤون التمويل وهالامور المعني يعني اللي كان البديل عن داني جليزر جينيفر فولي اللي هي هلا اكتنج ليكونوا عينوا المحل لانه بعد سمى حدا ترامب انما بعد ما قطع بالكونغرس تثبيته نحن لا صار عندنا موعد بالخزينه والتقينا فيه بس ما بعرف هلا بالجوله الثانيه بعد ما شفتهم ليش ما صار هالشيء بس تعتبر انه جواب نهائي كان من يعني السلطات الامريكيه دغري صار في اشاعه اجواء بلبنان انه لا ما في عقوبات كله حكي وما لا في لا شيء لا ما فينا نقول ما في عقوبات بس ما فينا نقول في اللي انتشر هو المزبوط اللي انتشر ما مزبوط هذا
حسب الزملاء بأكدوا انه هيك سمعوا من الروبيو من شو اسمه اد رويس. اوكي هو اللي سمعوه من الاثنين المعنيين. انما بما يخص انه ما يكون في بالمره عقوبات، لا ما في حدا يضمن هالشيء، ما بعتقد في حدا شيء. العقوبات اصلا موجوده فيما يخص هالشيء، هلا عم بتشددوا فيها. اكيد هي نحن اللي عم بحاول نعمله بلقاءاتنا، وعلى فوق ضروري لبنان يكون موجود، يعني ضروري نروح نحكيهم، ضروري نناقشهم، ضروري نعطي وجهه نظر لبنان، ما بيسوى نترك الساحه فاضيه، لانه هي امور بتطالنا بطريقه او باخرى، ما فينا نقول نحن ما لنا علاقه بامريكا، وقفوا تعملوا بالدولار وقولوا ما لكم علاقه بامريكا، يعني ما فيكم، ما فينا نحن هيك وقعنا، فاذا نحن ضروري لبنان يروح ينوجد، يحكي، يناقش، يروح على الكونغرس، يشوف الاداره، ولو اختلفنا معهم بوجهه النظر ما بيسوى نكون غايبين ونترك الساحه لاعداء لبنان هن يروحوا يروجوا عن لبنان افكار والى اخره والى اخره، هيدي نقطه. النقطه الثانيه نحن منأثر هلا اليوم اللي قاموا فيه الزملاء واللي نحن قمنا فيه باول جوله والسنه الماضيه ضروري يستكمل. اوكي هلا كيف رح يكون المصارف اللي راحت عملته كمان اساسي، وكل هيدا عم بيأثر ايجابا لانه عم بيشرح وجهه نظر لبنان، عم بيحذر من التداعيات يلي السلبيه على كل لبنان، على الاذى اللي عم ينعمل للبنان كله، بمعزل عن يعني اللي عم بيحاولوا. نحن ما بدنا يعني الفكره الاساسيه هيدا البلد اللي واقع تحت ضغط صراع كبير اقليمي، وصراع كبير اقليمي دولي، وصراع كبير مع اسرائيل والى اخره، كل كل هالامور اللي مع بعضها كلها محطوطه محملين وهالبلد شي 100 طن. نحن عم نجرب قد ما فينا ما ينكسر بين ايدينا، عم نحاول نخفف كل هالضغوطات، وجزء منا هيدا العمل عم ينعمل بامريكا من اجل تحييد الاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي اللبناني والواقع والاستقرار اللبناني. كل ما جرى هو فقاعه ماليه للتمديد للحاكم رياض سلامي. حكي بلا طعمه، هيدا ما لها علاقه، ما لها علاقه، هيدا الواقع. العقوبات بامريكا، شو فكرك عايش بهم انه نحن عندنا بلبنان شو بيصير؟ لا لا، في موضوع اصلا ما له مرتبط بلبنان، هو موضوع موضوع جاي ضمن استراتيجيه امريكانيه لإضعاف حزب الله، يعني ما لنا مرتبطه بلبنان بس، العلاقه ب حزب الله كمنظمه بكل يعني المنطقه فاعله وغيره. دونك حتى ما له محصور بلبنان، هو ما محصور بلبنان، هو محصور متعلق بحزب الله. يعني مين بيصدق انه بعهد الرئيس العماد ميشيل عون يصير في تعيين مجددا لست سنوات لحاكم مصرف لبنان، وانتم كنتم من اساس راس حربي؟ لا ما كنا راس حربي نحن بهالموضوع، نحن مع اكيد مش ضد انه يصير في تغيير اذا في امكانيه تغيير. حتى بعتقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي بيعتبر انه بيفهم انه عمليا يعني شو بدي اقول، ما في قصه انه والله ما بيسوى يكون كل النظام قايم على شخص بس، وهذا طبيعي، انما بالاخر الظروف بتحتم اذا مين الشخص المناسب، وهي الظروف كلها سوا، الداخليه والخارجيه والاستقرار النقدي كله هذا بيوصل لمحل، وبدك بعدين تفاهم سياسي واسع بيؤدي الى هذا القرار، وهذا اللي حصل بالاخر. شكرا لك عبد الدكتور التغيير والاصلاح نائب العون، اهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، غدا حلقه جديده من برنامج حدث، نكون على الموعد.